اهلين منير. لساتك بتيار الشغل؟ فوتي بدلي خلينا نطلع ناكلنا لقمه ميت من جوعي. لا مش على بالي اطلع لبرا، فوت انت هلا انا بعمل شيء بناكله، فوت فوت تفضل. طيب. هلا معقول بعد كل الحب والتفاصيل اللي كانت بيناتنا بطلتي تحبيني؟ منير نحن مثل ما كان في بيننا ذكريات حلوة كان في بيننا ذكريات قاسية، بس انت اكيد بتضل غالي علي. سألتك اذا لسه بتحبيني. انت ليش بتنسى انه كان في بيناتنا مشاكل كتير؟ بس انت من وقت ما قررت تسافر انا جبرت حالي اني انسى، وشوي شوي تعودت. ليه مصر تعذب حالك وتعذبني؟ انت اخترت تسافر، انا اخترت ابقى. لا انت رح تقدر ترجع ولا انا رح غير رأيي وسافر. انت في حدا بحياتك؟ لا ما في حدا، انا ما عاد الي خلق. تعبت كتير، هدول الاربع سنين تعبوني كتير ومرضوني. بتعرف مرات بحس انه لولا الحرب كان المرض اخر علي 10 سنين كمان. وهذا الدكتور رفيق سالم؟ انت شو عرفك بالدكتور رفيق؟ سمعت عنه من رفقاتك. لا مالي حاببته، انا ورفيق رفقات بس.